فلوريدا سنترال، فلوريدا فيها 75,000 مغربي، هو يعني صحية. واحد العدد اكيد هادشي اللي مسجلين يعني في القنصليه. اما الا درنا الاحصاءات يعني راه غنقول اكثر اكيد، وكما قلت يعني السبب هو ديزني كانت كتجيب واحد العدد كبير ديال المغاربه كل سنه وكيبقاو تما، كانت كيجيبوا شي 150 واحد تقريبا ولا فهاد لي زونفيرون يعني كعمال، يعني هي كيجيو كعمال وكيبقاو تما كيجيو المؤسسة ديزني الشهيرة التي نعرفها كلنا. أكيد أكيد. هذه تستقطب عمالة من بقاع العالم على ما أعتقد. كتستقبل العدد ديال الناس ماشي العالم كله، ولكن كاين بلدان في مدينة ديزني في إبكوت. ديزني عندها واحد البارك اللي سميته إبكوت وفيه المغرب، وهذا يعني شرف كبير لناحية إبكوت ولا المغرب. الرواق المغربي هو الوحيد اللي عربي وإفريقي في ديزني، يعني كيستقطبوا المغاربه لا ريجون مينا كما تسمى، منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا، في كل شيء كاين غير المغرب. كاين المغرب، كاين المانيا، كاين فرنسا، ولكن يعني في الدول العربيه والافريقيه كاين غير المغرب. ما دلاله هذا يا هذا الصراحه الخدمه ديال المغفور له الحسن الثاني، هو اللي كان حط داك المنشا وخدم عليه، وهو تقريبا من كتدخل ليه يعني كتلقى المغرب. هو رواق مغربي. هو رواق مغربي، تلقى الجامع، كتلقى باب ديال فاس، كتلقى يعني ملي كتدخل كتحس براسك مغربي. وحتى ديزني صراحه كيشتغلوا على واحد الامر ان الموسيقى عربيه، الخدامه الناس اللي خدامين تما العمال كلهم اغلبهم مغاربه، يعني كانوا كيستقطبوا الناس من المغرب باش حتى الزائر منين كيجي كيحس براسه في المغرب.